يا سيدي كمال الحسناوي، بابا خضار من وقت استعمار، من وقت فرنسا. بعد بابا شدينا احنا اليد نتاعو هو كخضار. اليوم احنا في المرشي السوق المركزي بباشا. المرشي حاله لا يرضى لها. لجيني ولي طلع علينا في رمضان، لجي طلع علينا في عيد صغير، لجي طلع علينا في عيد كبير. لا رئيس بلديه، لا ولي، لا سلطة، جو يتفكرون. المرشي يابا مستهدف، مستهدف كما معمل السكر مستهدف، كما معمل الخميرة استهدف، كما معمل الكابل استهدف. تو داروا للمرشي. علاش الوضعية نتاع المرشي؟ الوضعية هذيا نتاع المرشي الانتساب الفوضوي كامل الجمهورية، تبديها كامل الجمهورية بمزارة التطوير. المرشيات سوقات المركزية اللي هي اللي خلاها تحت صفر ركائن الانتساب الفوضوي. الانتساب الفوضوي يبيع ويمشي على روح ويخلي الفضلات نتاعو جي البلدية تلم. واحنا كمرشي باتينت وكري عند البلدية ولا جو تفكروا حاجة بركة. انا نطلبها من وزير البيئة جي زيار مفقاش السوق المركزية بيباش. شوف لو سيخ وشوف السيكون فوضوي فوانا ما خلينا في حد شيء. حتى المرشيد قروه نتاع باجة فرغ. ناس تجيب الساعة من برا من رقياب ومن القصرين ومن سيدي ومن كم تبر الجمهورية وينصبوا تسب فوضوي في الكراب وفي القاعة وفي البراوت يبيعوا ويمشي على روح بزاي. شوف قدام البيانة وقدام المجازة كذا مرشيات كما حوانت في باب الزاز ما خلتش الكريم تاعها، ما خلتش الكريم تاعها. شفت الحاله المزر نتاع تاع التواليت، شفت الحاله المزر نتاع المرشي، شفت صورها. ونطلب من رئيس الحكومه ومن رئيس الدوله يتفتوا لنا شوي. الانتساب الفوضوي، الانتساب الفوضوي لوزاره الماليه والاقتصاد نتاع تونس تو ينتعش. رئيس الغرفه الجهويه القطاع التفصيل خضر والغلال بولايه باجه محمد الحسناوي. هذه من رئاسه البلديه السابقه وزاد كملت عليها جديد. هو خدمات في السوق في بالهم ويعرفوا. عملنا تقارير، الامن عمل تقرير، الحمايه عملت تقرير. في بالهم هما كصحه بالوضع نتاع المرشي اللي عندنا 25 نقطه بيع فارغه واللي ما ثماش اذان صاغيه للمرشي. المرشي في وسط البلاد ضايع. الناس كوليكا خرجت عملت البراوت وينصبوا تحت الحيط ولا بلديه مستفيده ولا نحن مستفيدين. مسؤوليه المسؤولين تاع البلديه. دوره المياه في بالها اللي هي مسدوده عندها توا 5 سنين. عندك زيكوات زاد كيف كيف عندها يجي 10 سنين. اش كان عملنا دنينا ونحن مش نعملوا شيء، ما ثم حتى شيء. اش كان للناس كل للصحه، الحمايه عملت تقرير، المنطقه سيد رئيس المنطقه عمل تقرير بالتصاور. البلديه هي في بالها اللي ثم ضرر اللي هو خارج على البلديه تابع المجازا اللي هي عملت الاشغال نتاعها والمخلفات تاع المجازا. النظافه تاع دوره المياه والزيكوات ولا اللي ما عليها ما يدخلوش الناس للمرشي تاكل الخبز. الصيانه نتاعو الصيانه ناقصه برشا. الصيانه ناقصه قاعد تخزر كل شيء على عينيك، كل شيء على عينيك. نحن مش نزيدوا على السلطه، مش نزيد. نحن حتى الوالي السيد الوالي اللي هو المسؤول الاول على البلاد ما نعرفوهوش، ما جاناش. تو قداش عنده الوالي ما نعرفوهوش وما جاناش. ضرنا الانتساب الفوضوي، هو فلسنا تو. الانتساب الفوضوي خلانا تو في حاله مزريه، خلانا في المديونيه وخلانا عجزنا للخلاص البلدي، خلاص القباضه. معناها الانتساب الفوضوي لا بلديه استفادت ولا احنا كتجار استفدنا.